كادر النية عندي فيها واحد لورول ديال الكوشي الكوشي استان سيام جوور ديال الكرة اه كان بروفيسيونيل كان محترف في واحد الوقت في واحد التاريخ معين ما وكان عنده علاقة كان في الكرة أنا ذاك كانوا محترفين بجوج اللي هو أنا والخياري السي محمد دونك اه وقع واحد الإشكال ديال أن واحد في واحد الماتش فينال غادي يلعب ضد الفرقة ديالو كذا وكي تصبت انا واحد الضربه جات من عنده للرجل ديالي انا وقفت المسار الكروي ديالي دونك تما صافي التجات ندير حاجه اخرى آه نيت تفرقنا من واحد المده من زمان ما ما جيت لهذا الحي ديال الحي الركراكه درت واحد المشروع ديال محل ديال الارتيزانه فاذا بي كنكتشف انا هذا الحي هذا سكن فيه نيت هذاك السياد اللي عندي معاه واحد الاشكال يسكن في الحي وكانت كتربطني علاقات دي بالاخت ديالو انا داك على اساس مشروع زواج وكذا ما كتبتش دونك ملي عاودت لقيتها لقيتها حتى هي باقا ما شو وانا باقي ما تزوجتش دونك انا غير خلقوا واحد الخيط في لو سيتكوم ديالي انا وياها اللي هي زور سليماني واحد الخيط ديال واحد لو كوبل هو اللي غادي نعيشوا هذا هو الدور ديالي في هذا لو سيتكوم في حدود ديال لو كوبل انا وزهور شادين واحد الخط لان لو سيتكوم تبارك الله فيه في في تبارك الله كتابه جميله أه كاين ممثلين تبارك الله ما شاء الله يعني هذا لو كيجمع ما بين الجيلين ما بين الجيل الرواد وجيل الشباب اللي اللي راه حاضر بقوه دابا وهذا العمل غيكون ناجح ان شاء الله الا كتب الله سبحانه الله هو غيتمتع فيه الجمهور المشاهد المغربي على القناه الثانيه يا تي خدمه لي كومونتير ما دم ندير غير خدمه الغياب كان كان غير على التلفزيون ماشي بالعكس دور بحكم حنا ولاد الخشابه ولاد المسرح كاين خارج ارض الوطن وهنايا في البلاد السعيده دونك ما كاينش اشكال العوده العوده اولا كنبغي نشكر نشكر بزاف 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 القناه الثانيه على راسها السيد المدير السي سليم الشيخ هو اللي بروبوزا الاسم ديال فهيد انه يكون في هذا كان كنحييه بزاف وكنقول له شكرا أه أه دونك انا كنتمنى من الله ان هذه العوده تكون تكون عوده موفقه وتكون اضافه ثاني أه اضافه وتقدر انا حاس أن الجمهور في اشتياق كبير لفهيد وتانا كذلك ما, ما كذوب على الله حرام مي حنا درنا واحد المجهود هنا غادين كل شيء على الله كنتمنوا من الله ان هاد العمل ينال الاعجاب ديالهم المجهود إحنا درناه خلى هذاك عوده مزيانه عوده غتكون قويه ان شاء الله السي محمد عدي معاه تاريخ في البدايه يعني بدينا المشوار ديالنا السونبل حققنا حققنا درنا درنا اسم ديالنا انا, أنا وياه التاريخ يشهد على هذا اشتغلنا التلفزيون عندنا تجربه في السيد كوم عندنا تجربه في السلسلات الكوميديا والاخص الرمضانيه دونك ما نقول لك لا انا مرتاح بزاف برتاح بزاف وممكن يجيو اعمال اخرى تاني ممكن يجيو اعمال اخرى اللي تجمعني مع السي محمد وثاني بالنسبه مشكوره لاداره الانتاج ديال هذا العمل على راس السي خالد النقري اللي تبارك الله عليه في منتج في المستوى تعرفت عليها في هذا العمل هذا آه انسان حريفي بمعنى كي كنقولوا حريفي بمعنى الكلمه والمخرجه هي تبارك الله ما شاء الله مخرجه هي اول مره غنشتغل معها شفت فيها شفت فيها اكتشفت فيها بزاف ديال الحوجات مخرجه متمكنه 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 مال الكلمه من معنى آه دونك ملي كيكونوا هاد ملي كتكون هذه المسائل الحوجات كاداره انتاج كاخراج كممثلين كاسماء كديسيناريست مزيانين كنظن يكون يكون هذا العمل الا الا في المستوى ان شاء الله كنقول لهم الجمهور اللي غادي يشاهدنا كنقول بعدك اولا رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم الصحيحة وطول العمر وباش كتمنوا ان شاء الله وكنتمنوا ان شاء الله هذي يديروا النيات ديروا معنا فيها النيه نيت الله ويكون ولاد العمل ينال الاعجاب ديال المشاهد المغربي على القناه الثانيه تبارك الله عليكم